أبنوت، الجار، الشاعر، الراحل عبد الرحمن الأبنودي أحد أهم شعراء العامية في مصر والوطن العربي. معنا العمدة أحمد الجيلاني هيتحدث لنا عن أبنود القديمة. مرحب بك يا عمدة. يا مرحب بحضرتك، شكرتوني. قل لي، هو يعني عبد الرحمن الأبنودي ذكر كثير من الجناين اللي كانت في أبنود. تمام. زي إيه وإيه مثلا؟ ذكر زي كرم أبو غبان، وهو حاليا الوحدة المجمعة بتاعت أبنود. وذكر جنينة الغزالي، برضه دي جنينة جنبينا وحوالينا مسكنا. وذكر الشوارع القديمة في أبنود، مثلا منها شارع العمدة، شارع النزيلة، شارع أبو شاهين، شارع أبو حمد الله، جميع نواحي أبنود القديمة، لأن أبنود كانت قديمة، يعني كلها مباني قديمة وأوضاع بدائية في البلد. فدلوقتي طبعا كل الملامح والحاجات دي والأثرات دي تغيرت للبنى الحديث والبنى الجديد. ما فيش حياة موجودة حاليا من الآثار القديمة، إنما كل الموجود حاليا دلوقتي أوضاع جديدة وتغيرات كاملة في أبنود. يعني هو يعني يحسب لعبد الرحمن الأبنودي إنه هو دون الأشياء اللي هي اندثرت في أبنود. الأشياء اللي حصرها هو كان في عهده، هو في وجوده، هو كانت موجودة أيام هو الأماكن القديمة كلها، البيوت القديمة والطوب اللبني والفرام العادية تحت الخبيز وكل حاجة قديمة يعني كان عاشها معنا. ومنها المطحنة بتاعت الزيت. ومنها مطاحن الزيت ومطاحن الغلال والمدفشات، وكل حاليا يعني كله تغير الآلات الحديثة. يعني يا عمدة سيد، هو عبد الرحمن الأبنودي ذكر جنينة غزالي في الأغنية اللي هي غنتها فايزة أحمد. هي جنينة غزالي دي فين؟ جنينة غزالي دي هنا عندنا، يعني 200 متر بيننا وبينها ظبيتي. فيها كالرمان وفيها عنب وفيها تين، منجا كانش فيها، وكان بس فيها رمان كثير. يعني هذه جنينة غزالي دي، عشان كده هو كان يروح على طول قريبة عليه. لكن القربة ليك لعبد الرحمن الأبنودي؟ عبد الرحمن الأبنودي قربتي من ناحية أمي وأمه من نسب قنديل، وأنا أمي خوالها أمها من نسب قنديل برضو. خالة عبد الرحمن. عيال أمي تقول لأم عبد الرحمن يا خالتي. برضو يقرب لبكر حمادة عندنا، منصور الصعيدي برضو من ناحية أمه، صالح المكي العجمية برضو من ناحية أمه، كله من الناس بقنديل دول، عيال الخالات. لكن ما فيش جنينة باقية اللي هو ذكرها عبد الرحمن الأبنودي، يعني كله تحولت إلى بيوت ومنازل. لا، ما ساكن بيه. طب غبان، مين غبان؟ غبان ده اسمه كرم بغبان، احنا يعني هذا ما فكروش، هي الوحدة المجمعة. كان كلها نخلة بس؟ كان فيها نخلة. هو كرم بغبان ده، عشان كده هي بيقول لك كرم بغبان ومش عارف ايه. أبنود القديمة تضم كثير من الحدائق. الشاعر يوسف الأبنودي هيتحدث لنا عن ذكريات عبد الرحمن الأبنودي مع والده الشاعر. مرحبا بك يا أستاذ يوسف. أقول لي، هو كم جنينة كانت في أبنود؟ هو كجناين يعني بالمعنى المطلق يعني كانوا تقريبا ثلاثة، يعني جنينة أبو حمد الله وجنينة العمدة وجنينة غزالي، إنما الباقي كان عبارة عن أماكن كده فيها نخل فيها زرع فيها كده. لكن الجنينة هم الثلاثة دول اللي أنا أسمع وأذكرهم، يعني حتى أنا صغير كنت أعرف الثلاثة دول بالتحديد. يعني يمكن الحدائق دي اللي هي كانت تعمل نوع من الارتجال عند الشعراء في الصعيد. طبعا هو الشاعر عامة دايما بيبحث عن البراح بطبيعته يعني. بس الأستاذ عبد الرحمن الأبنودي، يعني أنا أذكر موقف كان بينه وبين والدي رحمة الله عليهم، كان يقول له في أبيات كنت تقولها أنت يا عبد الرحمن. كان الأبيات دي تقريبا أربع أبيات حتى أنا فاكرهم لحد دلوقتي. يعني قال له إحنا كنا صغيرين دايما نحلم بالجنينة، نحلم بالشجرة، نحلم نتكلم عن الحبيبة عن كذا، لكن أنت دايما كنت جامح بطموحك،
وعشان كده بقيت عبد الرحمن، وكان دايما يكلمه باللغه دي يعني ابويا، وكان ابويا يعتز بصداقه عبد الرحمن ويحس ان يعني ده يعني زي امتداد لابنود عامه يعني، تمام، لان هو شرف طبعا لاي حد ان يكون من بلد الاستاذ عبد الرحمن الاستاذ الكبير يعني، تمام. فبيقول له ايه الابيات دي انا مش فاكرها يعني، قال له كنت تقول مهما الليل يطوف ويحوم حوالين البيوت ويغطي السقوف، مهما الظلمه ترقص وتدق الدفوف، مش هنيأس ولا هنفقد الامل وهنزرع شموعنا فوق اعلى الجبل. بالرغم ان بلادنا يعني احنا ابنود مش ما فيهاش جبال، بس كان الاستاذ عبد الرحمن دائما ابويا يعني كان يوصف كده يقول انت كنت تشوف اللي احنا مش بنشوفه، فعشان كده بقيت عبد الرحمن يعني. يا عم سعيد، هو عائله التروسه اللي هو ينتمي ليها عبد الرحمن الابنودي، ليه سميت بالتروسه؟ هو اصلا كان اسمه جدي انا اسمه احمد، اسمه الحج احمد محمد، يعني هو حالين جدي ده يبقى الحج احمد ده يبقى جد ابويا رسمي على طول يعني، لان اسمي سعيد موسى محمد احمد انا. الحج احمد ده كان راجل عنده قوه ممسوس شويه، فكان في عندنا ساقيه اللي هي بالقدوس وزنها احتمال يجي يمكن لو قلت لك 200 كيلو، ما كانش حد يقدر يشيلها، هو شالها لحاله. فلما شال الساقيه دي الناس شافته، اول ما شافته سموه ايه، بدل ما خلوه الحج احمد خلوه ابو ترس، ابو ترس راح ابو ترس جاء، عشان كده سموه ابو ترس. يعني ارتباط الجنائن والحدائق والاشجار كان من ناحيه من ناحيه السواقي دي ومن ناحيه ما كانش في مكان زمان، كان في حاجه اسمها اللي هو البحر يقول عليه شدوف، اللي هو ال ال العود. بعد كده بدات السواقي، بعد كده المكن الدنيا اتطورت بقت يعني. فهو سمونا نحن، كانت الاول اسمنا النزيله، لما طلع جدنا بشار السال البتاع ده سمونا بترس، بترس راح بترس جاء سمونا التروسة، اتفصلت هي النزيله من التروسة. اما بالنسبه لكاريزما عبد الرحمن الابنودي اللي هي طبعا كاريزما طاغيه واثرت في كل الوطن العربي مش في مصر بس ولا في القرى عندنا، اللي هو انه انسان كان بسيط وكان دائما ما بيحاولش يعلو بنفسه وبفكره قد ما بيدور عن البساطه، فهو خد البساطه سلم للوصول لقلوب كل الناس، عشان كده وصل للناس. ما كانش يعني حتى متحف السيرة الهيلية هو اللي سماه متحف السيرة، اللي كان قادر يسميه متحف عبد الرحمن الأبنودي. هو كان شبعان اسمه أكبر من أنه مثلا يدور على أنه يحط اسمه في حاجة، فعشان كده هو دي طبيعته يعني. ده مثال بسيط، أنا والله ما كنت محضره أصلا في دماغي بس حضر معايا يعني. كنت دائما أقول ليه ما سموهوش مثلا متحف عبد الرحمن الأبنودي، مع أن عبد الرحمن الأبنودي ده يعني علامة كبيرة في الوطن العربي كله يعني، لكن هو دائما كان يدور على البساطة، كان يجي هنا عندنا في البلد بيدور على الأقارب، يدور على البسطاء، يدور على الصحبة القديمة، بيعتز بصداقته لولاد خالته طبعا اللي ذكرهم العمدة، ده عبد الرحمن الأبنودي. رصد الشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودي أبنود القديمة وحدائقها وأشجارها. في حلقات أخرى نلف النجوع والقرى بحثا عن تاريخ الأشجار. كان معكم محمود الدسوقي.